السلام عليكم اخواتي ومتابعاتي الغاليات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير في اتم الصحه والعافيه. وانتم تشوفوا الفيديو ديال هذا النهار اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد الطارطه. طارت غلاسي كتجي راقيه في المنظر ديالها، وحتى في المذاق كتجي لذيذه بزاف بطعم ديال الشوكولاته والقهوه والكراميل. صدقوني انها كتجي لذيذه بزاف. كذلك غادي نعطيكم البديل ديال الجيلاتين، لان بزاف ديال الناس ما كيبغيوش يستخدموا الجيلاتين في الطارت ديالهم. غادي نعطيكم البديل ديالو اللي ما بغاش يستعمل الجيلاتين. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. اولا غادي نبداو بالمقادير. غنحتاج جوج ديال البيضات، غادي نحتاج 60 غرام ديال السكر سنيده، غادي نحتاج 40 غرام ديال الدقيق الابيض، غادي نحتاج معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، عندي شويه ديال المكسرات، عندي اكاجو نوازات، شويه ديال الكركاع، شويه ديال اللوز، وغادي نحتاج كذلك حبيبات ديال الشوكولا حتى هما. اول حاجه غادي نجيب واحد البول، غادي ندير فيه واحد القبيصه ديال الملح، ضروري قبيصه ديال الملح اللي دائما كنديروها واخا ما نذكرهاش في الفيديوهات ولكن ضروري. غادي ندير جوج ديال البيضات مع 60 غرام ديال السكر سنيده. هنا كنعطيكم المقادير مضبوطين، وغادي نطربهم بالباتور، ضروري الطرب الكهربائي ولا العجانه الا بغيتو الوصفه تنجح معاكم. صافي غادي نطرب البيض مع السنيده مزيان 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 حتى يولي اللون ديالو ابيض. غادي نطربو مزيان، الطرطة راه سهله بزاف حتى بالنسبه للمبتدئات اللي ما عمرهم دخلوا الكوزينه كاع يقدروا يصاوبوها. وهذه هي الوقيته ديالها، يعني هذه مناسبه راس السنه، فكاع الناس كيبغيو يوجدوا حلويات لوليداتهم ويحتفلوا في المنازل ديالهم مع العائلات ديالهم. ما كاينلاش الانسان يمشي للمخبزه ويشريها بالثمن، فمقادير بسيطه وبطريقه اللي سهله تقدري توجديها في الدار ديالك. صافي هنايا كما كتشوفوا ها هو البيض ديالو، اللون ديالو تبدل. هذا هو الخليط ديالنا، هانتوما كيفاش ولا. من بعد غادي نجيب ضروري نغربلو الدقيق، ديك 40 غرام ديال الدقيق مع ملعقه كبيره ديال الكاكاو المر، ونغربلوه فوق من الخليط مباشره. صافي وغادي نبقاو نطربو غير بالطراب اليدوي، ونبقاو نحاولوا ندخلوا داك الدقيق في وسط الخليط ديالنا ونحركوه من الفوق لتحت غير بشويه. هنايا راني مزربه معكم الفيديو. صافي حتى ينسجم لينا هذاك الخليط. بالنسبه للفران فانا شعلته كيسخن، صافي هذا هو الخليط ديالنا كما كتشوفوا. هنا غادي نجيب واحد المول، هذا المول عندي القياس ديالو 24 سنتيم، درت ليه الورق ديال الطبخ في القاعده ديالو، دهنت له الجوانب بالزبده ورشيتو بالدقيق. صافي غادي نخوي فيه هذاك الخليط ديال الكيك ديالنا، حاول انني نسرحو مزيان. انا طحنت هذوك المكسرات هرمشتهم في الهشوار. صافي وغادي نرشهم على الوجه ديال هذا الخليط ديال الكيك، وغادي ندخلها الفران طيب. كتاخد 8 ديال الدقائق النار من الاسفل، من بعد كننزلها، راه ما كتاخذش الوقت بزاف في الطياب، من بعد كننزلها واحد جوج دقائق النار من الاعلى يعني من الوجه ديالها. صافي وهي واجده. صافي ندخل الكيكه ديالي الفران. هنا غادي نمشي باش نصاوب الكريمه. عندي هنايا 300 غرام ديال الشوكولا غيش السوداء، غادي نحتاج كاس ديال الكريمه السائله، غادي نديرو في واحد الكاسرونه، غادي نضيف معاه معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان،
وغادي نضيف معاه الساشي ديال الفلون كراميل. هذا هو البديل ديال الجيلاتين. هذا الفلون كراميل هو اللي غادي يكون البديل ديال الجيلاتين اللي ما تبغيش تستعمل الجيلاتين. صافي غادي نحرك كلشي وغادي نردو فوق النار يغلي. من بعد غادي نخويه فوق من الشوكولا وغادي نخلط مزيان حتى تذوب الشوكولا مع هذيك الكريمه. صافي غادي نستمر هكا حتى ينسجموا لي كاملين. هنا ضروري تستعملوا الشوكولا غيش، يعني هي كتعطي واحد المذاق رائع وزوين بزاف. صافي غادي نخليها على جنب ونمشي غادي نطرب نصف لتر من الكريمه السائله. غادي نطربه بوحدو كما كتشوفوها، نحاول انني نطلعها مزيان بالباتور. من بعد غادي نتاكد ان هذاك الكناج ديال الشوكولا راه عندي بارد ماشي سخون، وغادي نضيفه فوق من هذيك الكريمه اللي طلعتها. وغادي نخلط هاد الكريمه مع الكناج، نحاول انني نخلط من تحت لفوق. هنايا البول جاني صغير صراحه، عذبني شويه. حاولوا ديروا شي اناء اللي يكون شويه كبير، لان مع الكريمه طالعه ضفنا عليها الكناج وداكشي، يعني شويه جاني البول صغير في الخدمه. صافي غادي نحاول انني ندمجهم مزيان. انا هنا غادي نبدل، غادي ندير واحد الاناء اكبر منه عاد غادي يندمج لي هذا الخليط. ها انتم كتشوفوا كيفاش ولنا. هنايا الكيكه ديالي هي طابت، خرجتها من الفران. غادي نحيدها من المول، غادي نحيد لها هذاك الورق ديال الطبخ اللي درته من الاسفل. صافي غادي نجيب واحد الاطار غادي نديرها فيه، نحاول انني نحيد الجوانب لان كيكونوا شويه مقرمشين. هنا غادي نسقيها بشويه ديال الماء ومعلقه ديال قهوه سريعه الذوبان وشويه ديال السكر هي باش غادي نسقي هذيك الطبقه ديال الكيك. صافي وغادي ندير الكريمه ديالي، غادي نحاول انني نسرحها مزيان. نكمل كاع الكميه اللي عندي. صافي غادي نحاول انني نجيب شي سباتيلا ولا شي حاجه ونبسط بها هكا الكريمه. من بعد غادي نغطيها بالسلوفان وغادي ندخلها للمجمد على الاقل على الاقل جوج ديال الساعات، يعني شحال ما خليتوها تبرد مزيان شحال ما غادي يكون احسن. انا خليتها جوج ديال الساعات. هنا غادي نمشي باش نحضر الكناج. عندي 300 غرام ديال الشوكولا السوداء، غادي نجيب واحد الكاس ديال الكريمه السائله، كاس ديال العنبه، وغادي نسخنها مزيان فوق البوطه وغادي نضيفها على ديك الشوكولا السوداء وغادي نخلط مزيان حتى يذوب لي. هنا الا ما بغاتش تذوب لكم الشوكولا السوداء كانت عندكم بارده تقدروا ترجعوها في الكاسرونه وتحركوها فوق النار حتى تذوب. صافي من بعد ما ذابت غادي نجيب واحد الصفايه، ضروري نصفيوه باش الا بقاو شي شوائب من الشوكولا ولا شي حاجه ما تضيعناش الكلاصاج ديالنا. من بعد ما خرجت الكيكه ديالي من بعد جوج ديال السوايع خرجتها من المجمد، غادي نحيد ليها الاطار. الا خليتوها اكثر من جوج ديال السوايع غادي يكون احسن، ولا حتى ليله كامله ما غادي يبقى ليها حتى شي حاجه. نحاول انني نقد لها دوك الجوانب الحواف. صافي غادي تجيبوا شي مول ولا شي صينيه ولا غادي تحطوا ديروا فوسطها كاس. انا درت الكاس ولكن ما جانيش وبدلت درت زلافه، تحطوها من فوقها هكا وغادي تخويو عليها هذاك الكلاصاج بهذا الشكل هذا.
بالنسبه للجوانب غادي نجيب واحد المعلقه غادي نبقاو نهزوا الكلاصاج ونخويو على الجوانب حتى ما تبقاش كاع الكيكه تبان لنا ولا الكريمه. بالنسبه للتزيين انا اختاريت هنايا هذا العقيق درته في الجوانب وزينت كذلك بالفيريرو الشوكولات فيريرو حتى هو زينت به. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري يعني زينوا باش ما بغيتوا باللي متوفر عندكم في الدار صافي. وغادي نرش عليها هاد النجيمات هادو باش يعطي واحد شويه ديال اللمعه شويه ديال المنظر من الفوق. كما قلت في التزيين كيبقى اختياري وهذا هو الشكل النهائي ديال التورته ديالنا. نتمنى انكم تجربوها تردوا عليا الاخبار. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. اللي اول مره تزور القناه ديالي ما تنساش تشترك وتضغط على زر الجرس باش يوصلها كل جديد. الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايك وما تنساونيش من تعليقاتكم المحفزه. بارتاجيوه مع العائلة والأصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي وإلى اللقاء مع فيديو آخر.